من القاهرة محلل أسواق مالية في إيكويتي جروب الأستاذ محمد هشام للحديث عن تطورات العملات الأجنبية. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ محمد. إذا العديد من المعطيات أثرت بشكل واضح على أداء الدولار منذ بداية تعاملات الأسبوع الماضي، إذا في حالة من الترقب لنتائج هذه القرارات تحديدا من الفيدرال الأمريكي متأثرا بها الدولار، كيف تصف أداءه خلال هذه الفترة؟ صباح الخير. بالفعل الدولار الأمريكي حاليا يعيش ينطلق أو يرتفع بشكل كبير أمام أغلب العملات الرئيسية، وذلك لعدة أسباب. أبرزها كان اجتماع الفدرالي الأسبوع الماضي، والذي لمح بشكل واضح أنه في طريقه لرفع أسعار الفائدة، وربما من المرجح سيكون أول رفع الفائدة منذ عام أو آخر عام 2018 في شهر مارس القادم، عندما يقوم بإنهاء برنامج شراء الأصول خلال هذا الشهر. نعم. أيضا ظهرت بيانات النمو في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي أظهرت نمو الاقتصاد في الربع الأخير من العام الماضي على أساس ربع سنوي بنسبة 6.9%، والتي تعد أعلى أو أسرع وتيرة نمو منذ الربع الثالث من عام 2020. وكإجمالي لعام 2021 سجل الاقتصاد الأمريكي أسرع وتيرة نمو له منذ عام 1984، عندما ارتفع ب 5.7%. كل هذه العوامل وكل الطرق التي تؤدي الى رفع اسعار الفائده وتجديد السياسه النقديه دعمت الدولار الامريكي الذي ارتفع الى اعلى مستوياته في عده اشهر. مؤشر الدولار كما ذكرت منذ قليل وصل الى مستوى 97 نقطه، ومن المرجح ان نشهد ارتفاع او مزيد من الارتفاع للدولار الامريكي خلال الفترات القادمة، خاصة أن هذا الأسبوع ننتظر بيانات مهمة جدا، وهي بيانات توظيف بالقطاع غير الزراعي الأمريكي الحكومي، والتي من المتوقع أن تضيف حوالي 166 ألف وظيفة في شهر يناير، بعد إضافتها حوالي 199 ألف في الشهر الماضي، وخاصة بأن الاقتصاد الأمريكي استطاع أن يستعيد حوالي 19 مليون وظيفة من أصل 22 مليون تم فقدها منذ بدء الجائحة. فكل هذه العوامل تؤدي أو تدفع الدولار الأمريكي إلى مزيد من الإيجابية ومزيد من الارتفاع خلال الفترات المقبلة. نعم محمد، نذهب إلى منطقة أوروبا تحديدا وعن أداء اليورو مقابل العملات الرئيسية الأخرى. جولدمان ساكس بالأمس تحدث عن قرارات مرتقبة من بنك إنجلترا حول رفع أسعار الفائدة هناك بالرغم من حالة التضخم المرتفعة، وأيضا الآثار الجيوسياسية التي أثرت على أوروبا تحديدا في ظل المعطيات، بالرغم أيضا من تداعيات أزمة كورونا. هذه المعطيات جميعها كيف تؤثر على أداء اليورو تحديدا؟ اليورو تحديدا يقع تحت الضغط، ولا يمكننا إغفال الفوارق بين السياسة النقدية من البنك المركزي الأوروبي والبنك الاحتياطي الفدرالي. البنك الاحتياطي الفدرالي متجه نحو تجديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة، أما البنك المركزي الأوروبي لا يزال مستمر ومتمسك بسياساته التسهيلية. على سبيل المثال سيقوم بإنهاء برنامج شراء الأصول الطارئ في شهر مارس القادم، وسيقوم بمضاعفة برنامج شراء الأصول الأساسي خلال الربع الثاني من العام الحالي حتى نهاية العام الحالي. نعم. ومن ثم يعود إلى مستوياتها اللي هي 20 مليار يورو شهريا. فلذلك هذا الأمر يضغط على اليورو بشكل قوي، ومن ناحية أخرى التوترات الجيوسياسية تضغط أكثر على اليورو. فطالما لاحظنا أو شاهدنا تداولات اليورو أدنى مستويات الدولار و12 سنت تقريبا خلال الفترات القادمة، قد نشهد مزيد من الضغوط البيعية على اليورو، وربما نشهد مستويات الواحد الدولار و10 سنتات. على النقيض بنك إنجلترا ترتفع الاحتمالات بشكل كبير، تتجاوز 90% أن يقوم بنك إنجلترا خلال هذا الأسبوع في اجتماعه برفع أسعار الفائدة بحوالي 25 نقطة أساس لتصل إلى 0.5% أسعار الفائدة. وذلك بعد وصول معدلات التضخم في بريطانيا لأعلى مستوياتها في 30 عام. لذلك من الممكن أن يتمسك الجنيه الاسترليني بالخلاف اليورو مقابل الدولار الأمريكي، ربما مستويات الدولار و34 سنت للجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي البقاء أعلاها قد يدعم قليلا الجنيه الاسترليني مقابل الدولار. نعم محمد، لكن إذا ما اعتبرنا أن هذا التفاعل هو تفاعل مسبق مع القرارات للبنوك المركزية، نتحدث عن الفيدرال الأمريكي أيضا المركزي الأوروبي، إن كان هذا تفاعل مسبق للعملات مع هذه القرارات، ماذا نتوقع في المستقبل القريب؟
في المستقبل سيعتمد ذلك على البيانات الاقتصادية خلال الفترة القادمة، سواء من الولايات المتحدة أو أوروبا أو بريطانيا. التضخم على سبيل المثال سيتم ملاحظته، هل سيبدأ في التباطؤ والعودة من ذروته التي وصلها في مثلا في الولايات المتحدة، وصل إلى أعلى مستوياته في 40 عام، وكما ذكرت في بريطانيا إلى أعلى مستوياته في 30 عام. فالبيانات الاقتصادية هي التي ستحدد الطريق أمام البنوك المركزية والعملات الرئيسية. أيضا البيانات الاقتصادية الخاصة كبيانات التوظيف، بيانات التضخم، بيانات النمو، كل هذه الأمور هي التي ستكون هي المحرك الرئيسي للبيانات خلال أو الأسعار خلال الفترات القادمة. نعم محمد، إذا ما تحدثنا عن المنطقة الآسيوية ولاحظنا التحرك لدى البنوك المركزية في آسيا أقل حركة نوعا ما من الفيدرال الأمريكي وأيضا المركزي الأوروبي، ما مدى حساسية هذه البنوك مع التعامل في ظل هذه القرارات التي تتخذها كبرى اقتصاديات العالم؟ بالفعل في المنطقة الآسيوية وبالأخص في الصين واليابان لا تزال السياسات تسهيلية، أي أنها لا زالت تقدم التحفيزات للاقتصاد على عكس البنك الاحتياطي الفيدرالي. مؤخرا البنك الصين قام بضخ مزيد من السيولة وتخفيض الفائدة، فيعني ذلك أنه مستمر في السياسة التحفيزية، ولذلك قد نشهد أو يشهد اليوان الصيني على سبيل المثال استمرار أو ينخفض مقابل الدولار الأمريكي كما حدث الأسبوع الماضي، وارتفاع الدولار أمام اليوان إلى أعلى مستوياته في أسبوعين. بنك اليابان لا يزال مستمر في السياسات التحفيزية، خاصة أن التضخم في اليابان يرتفع ولكن ليس بنفس الوتيرة التي يستهدفها بنك اليابان، لذلك هو مستمر في السياسات التسهيلية. لذلك كما ذكرت في البداية أن الدولار الأمريكي ربما يستفيد من كل تلك العوامل ويستمر في ارتفاعاته الحالية مقابل تراجع للعملات الرئيسية أبرزها الين الياباني واليوان وكما ذكرت اليورو. نعم محمد، يعني تحديدا فيما يتعلق ايضا باسعار السلع تحديدا الذهب، لاحظنا الارتفاعات الحاصله في معدلات التضخم، الذهب استفاد، الحديث عن رفع اسعار الفائده بالعكس ذهب الذهب نحو الانخفاض، ما مدى حساسيه الذهب في ظل هذه المعطيات؟ الذهب خلال الاسبوع الماضي سجل ادنى مستوياته في شهر ونصف تقريبا، وذلك بسبب التوجه الى رفع اسعار الفائده من قبل الاحتياطي الفيدرالي، ولكن ما جعل الذهب يتماسك قليلا هو ارتفاع التوترات الجيوسياسيه في ما بين روسيا واوكرانيا. هذا الامر هو يعتبر الدعم الرئيسي الحالي للذهب، ولكن على المدى المتوسط الى المدى الطويل ربما نشهد استمرار لعمليات الهبوط القويه للذهب، قد نشهد لو استمر التداول تحت مستويات ال 1780 دولار للأونصة، قد نشهد مستويات ال 1760 وال 1720، ولكن قد نشهد بعض التصحيحات الصاعده ربما لمستويات ال 1800 دولار مره اخرى، ولكن سيعتمد ذلك على التوترات الجيوسياسية، خاصة أن الذهب يعتبر كملاذ آمن للأسواق في أوقات عدم اليقين. فالذهب على المدى المتوسط إلى ربما سنشهد استمرار الهبوط، ربما على المدى القصير قد نشهد بعض الصعود التصحيحي للأسعار. نعم، محلل أسواق مالية في إكويتي جروب الأستاذ محمد هشام، كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا.